عملنا اتفاق تحكيم شرطة او مشارطه، اتفقنا الدنيا تمام زي الفل. تيجي المشاكل فين؟ تيجي المشاكل في تحديد موضوع النزاع، تحديد موضوع الايه؟ موضوع النزاع. طيب خلي بالك، انت لو وقع قدامك قضيه، او اشتغلت في قضيه، او اشتغلت مع حد في قضيه، او حد استشارك في اي حاجه في التحكيم، امسك في الاول خالص في ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حاجه اسمها اتفاق الايه؟ التحكيم. اول حاجه شوفوا شرطه او مشارطه. المشارطه زي ما اتفقنا خلاص لابد ان يكون موضوع النزاع محدد، والا كانت ايه؟ باطله، او والا كان اتفاق التحكيم باطل. خلاص يبقى دي خلاص مش هيبقى فيها مشكله، لان احنا هنحدد فيها ايه؟ هنحدد فيها موضوع النزاع. طيب في شرط التحكيم ازاي احدد موضوع النزاع؟ لازم تتفق. احنا عندنا العقد، العقد ده خلي بالك اول حاجه صحه العقد، بطلان الايه؟ العقد، تفسير العقد، تفسير بنود العقد، دي كلها اسمها منازعات. اسمها ايه؟ منازعات. بعد كده ندخل بقى في الالتزامات المتبادله ما بين الايه؟ ما بين الاطراف في العقد. بعد كده تنفيذ العقد، تنفيذ بنود العقد، كل دي منازعات. يعني مثلا قد يتم الاتفاق في شرط التحكيم او في مشارطة التحكيم على ان تختص هيئة التحكيم بتفسير بنود العقد فقط، بتفسير بنود الايه؟ العقد فقط بس. يبقى هل تختص هيئة التحكيم، تختص هيئة التحكيم بالفصل في موضوع النزاع؟ هل تختص بتنفيذ الالتزامات المتبادلة في النزاع؟ هل تختص ببطلان العقد أو فسخه أو عدم صحته أو وجود أركانه أو عدم وجود أركانه؟ لا، يبقى كل ده لا تختص بإيه؟ هيئة التحكيم. طب أنا ممكن أعمل اتفاق تحكيم يقول إيه بقى؟ تختص هيئة التحكيم أو يختص حسب الصياغة بكافة، خلي بالك، بكافة المنازعات التي تنشأ عن الايه؟ عن العقد، من حيث صحته، بطلانه، فسخه، التزاماته، تنفيذ بنوده، وقفلها له من كل حتة. ما انا عايز بقى النزاع يجي عن طريق الايه؟ يتفضى عن طريق التحكيم، يبقى انا كده هحتاج قضاء الدولة في حاجة؟ مش هحتاج قضاء الايه؟ قضاء الدولة في حاجة، لأني حددت كافة الايه؟ المنازعات. يعني بقول لك كافة المنازعات التي تنشأ بمناسبة العقد أو بسبب العقد، الخاصة بالصحة، بالبطلان، بالفسخ، بالمنازعات، بالتنفيذ، بالتفسير، بكل ما يشمله العقد، حتى في مراحله التمهيدية وفي مراحل التنفيذ. يبقى ده اسمه شرط جمع إيه؟ مانع. وممكن أخلي هيئة التحكيم أو التحكيم يختص على جزء فقط من الإيه؟ طب ده كله يتم بإيه؟ باتفاق الأطراف. باتفاق مين؟ باتفاق الأطراف. طيب جميل، هيبقى عام حسب الصياغه. يعني احنا لو قلنا مثلا، هو انا ليه بقول لك كده الاول؟ علشان خاطر انا كان معايا قضيه مجموعه شركاء في شركه محاسبه حوالي 11 شريك، كانوا متفقين ان ما فيش حد يخرج من الشركه الا بعد 5 سنين، ولو حد خرج ما ياخدش ايه؟ عملاء من مين؟ من الشركه. شركه محاسبه بتعمل محاسبه لشركات وكده، جاء واحد بعد 2 3 سنين حب ايه؟ يخرج، خد بقى معاه شركات بقى كليوباترا ومش عارف سيراميك ايه، شركات كبيره، وخرج وعمل وكلام زي ده، فراحوا يعملوا تحكيم، راحوا يعملوا ايه؟ الناس وهي لسه كانوا لسه بقى بيعملوا شركه مع بعض والدنيا لطيفه، وساعه الاتفاقات بتبقى ايه؟ زي السكينه في الحلاوه كده، الامور ايه؟ امور طيبه والدنيا كويسه ومش هنختلف وكلام زي كده، زي الموكل بالظبط لما يجي لك، انا عينيا ليك واللي انت عايزه بتاع تكسب له القضيه تقعد تجري وراه بقى عشان تاخد اتعابك. فراحوا كتبوا ايه؟ كتبوا شرط تحكيم باعتباره جامع ايه؟ مانع، كل نزاع ينشأ بين الأطراف بمناسبة العقد أو مش عارف كذا 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 يختص بالتحكيم. وجاء في البند الثاني من الشرط قال لك أنت برضو بتختار القانون الموضوع الذي يطبق على مين؟ على النزاع. اختاروا أن القانون اللي يطبق على النزاع هو القانون الايه؟ القانون المصري. جميل، حلو. طبعا ساعة بقى الكلام زي الفل، والعقد تمام والدنيا تمام ومعمول سنة 97 ولا 96، اختلفوا في 2006، يعني شوف انت متخيل امتى؟ والراجل خد الشركات وخد الفلوس وخد تمام وعمله والدنيا تمام. فراحوا
لهيئه التحكيم علشان خاطر هنقول برضه هيئه التحكيم دي بتتعمل ازاي. راحوا لهيئه التحكيم عشان نفض النزاع، احنا عايزين نجاوب على السؤال. فراح عمل ايه؟ راح رفع دعوه قدام محكمه الايه؟ محكمه قضاء الدوله. حلو كده؟ دفعوا بوجود شرط التحكيم، المحكمه قالت عدم قبول الدعوه، برضه هنشرحها تفصيلا دلوقتي. راح جاي رافع دعوه قال لهم لا انا موافق على ان التحكيم هو اللي يفض النزاع، لكن شرط التحكيم اللي مكتوب ده بيقول ان هيئه التحكيم لا تختص بتفسير الايه؟ بتفسير بند التحكيم، وغير مختصه بتنفيذ الالتزامات. بتنفيذ الايه؟ الالتزامات. دخل بقى محكمه الموضوع في فكره ايه؟ في فكره طب هو شرط التحكيم يتضمن ولا لا يتضمن؟ علشان ما وضحش في الشرط ايه؟ اللي احنا بنقوله الصحة والبطلان والرد وكل حاجة، اداله الثغرة دي. ما هتتفهم ايه؟ هتتفهم ان انت هتتعطلك سنتين ثلاثة. ليه بقى؟ زي ما بقول لك دعوة واقعية. راح بعد كده المحكمة فحص الشرط وقالت لك لا ده التحكيم هو اللي ايه؟ هو اللي مختص. طاعة. بعد كده قال لك طب انا مش معايا محكم، عايل لي محكم، لحد ما الموضوع وصل لمحكمة النقض. فتوليت انا بقى موضوع كتابة الطعن بيه. انت عارف انا وصل بيا الامر ان انا عملت ايه؟ شفت ان انت لما بتيجي تكتب عباره على بعضها مش احيانا بتحط فاصله واحيانا بتحط نقطه؟ طب امتى تحط فاصله وامتى تحط نقطه؟ دي كانت من ضمن الحاجات اللي انا اعتمدت عليها، ان شرط التحكيم كامل ما فيهش ولا نقطه الا في نهايه الايه؟ ده معناه ايه؟ ان الفصلات معناها ان جمل متصله بتكمل بعضها الايه؟ البعض، لكن النقطه معناها ايه؟ معناه ان كل جمله ممكن تبقى مستقله. فبالتالي لما هم ما حطوش، انت متخيل وصلت ليه يا راجل؟ طيب طبعا مع الدفع بعدم الاختصاص دفوع تانية يعني مع التفسير ده كله، عشان تعتمد على ان تفسير شرط التحكيم بيدل على ان كافه المنازعات ومنها تنفيذ العقد ومنها تفسير البند بيختص بايه؟ التحكيم وليس قضاء الدوله. ان هم اتجهت نيتهم الى ان حتى يعني دي مش الدفع الاساسي، انا بقول لك انت بتتلكك، انت عايز توصل ان انت تكسب الطعن لصالح موكلك، فانت بتقول حتى الفصلات بتدل على ان نيتهم اتجهت الى ان التحكيم يختص بكافه المنازعات التي تنشا بينهم مع باقي الحاجات. فعلشان كده انا بقول لك ريح دماغك من البدايه وحاول تحدد موضوع الايه؟ موضوع النزاع. هتقول لي ليه؟ هقول لك لما اجي اخد امر تنفيذ على حكم التحكيم هقول لك اتفاق التحكيم صح ولا لا، المسائل التي حكمت فيها هيئه التحكيم تدخل في نطاق اتفاق التحكيم ولا لا. لما تيجي تنفذ الحكم وانت بتاخد الامر التنفيذ، بعد ما تاخد الحكم وراح ارفع دعوه بطلان، هنتكلم فيها دلوقتي برضه، هقول لك والله هو انت رافع دعوه بطلان ليه؟ انت رافع دعوه بطلان عشان خاطر اتفاق التحكيم حكم بما لم يطلبه الخصوم، حكم بمسائل خارج اتفاق الخصوم لان ما كانتش محدده في موضوع النزاع. اذا المساله دلوقتي اللي بتنحصر في ايه؟ بتنحصر في ان انت لازم تحدد موضوع الايه؟ موضوع النزاع تحديدا دقيقا، او تحديدا لا يسمح للتاويل او التفسير، ما تدخلش نفسك في متاهات. طب هل يجوز التحكيم في كافه المسائل؟ قانون التحكيم جه حسم لك المساله دي وقال ان المسائل التي لا يجوز فيها الصلح لا يجوز فيها الايه؟ التحكيم. انت بقى في القانون يعني واحد قتل واحد مثلا على سبيل المثال، هل ينفع نروح تحكيم؟ طب المسائل الماليه المترتبه على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح يجوز فيها التحكيم؟ قال لك طالما ان هي مسائل ماليه وغير متعلقه بالنظام العام يجوز فيها الايه؟ يجوز فيها التحكيم، ما فيش مشكله. يعني القانون ما سابش الدنيا واسعه، يعني اي مساله متعلقه بالنظام العام لا يجوز فيها الايه؟ التحكيم. المسائل المتعلقه بالتجريم والعقاب لا يجوز فيها الايه؟ التحكيم. المسائل المتعلقه بالجنسيه لا يجوز فيها التحكيم. المسائل المتعلقه بالاحوال الايه؟ بالاحوال الشخصيه لا يجوز فيها الايه؟ التحكيم. يعني واحده عايزه تطلق من جوزها اتخنقت منه، تقول لهم طب تعالى نروح لمحكم يطلقني؟ واحده عايزه تخلع جوزها تروح للتحكيم تقول له تعالى اخلعني؟ ينفع؟ لا، دي مسائل لا يجوز فيها الايه؟ لا يجوز فيها التحكيم.